السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي لذيذة بزاف وبنينة. مكونات مكتوبة على الشاشة. غادي نحتاجو 200 غرام من اللحمة المفرومة كما هو موضح قدامكم. غادي نحتاجو 2 حبات من البطاطس، غادي نهرسوهم، يعني بطاطس مهروسة. فقط نضيفو لها الملح والإبزار، صلصة ديال الطماطم. مكونات ديال الصلصة مكتوبة في نهاية الفيديو. قطعة من الجبن، هاد القطعة غادي نقطعوها باقي مكعبات صغيرين. صلصة ديال البيشاميل، زيت زيتون لقلي كريات اللحم، فلفل أسود وملح. غادي ناخدو اللحمة عفوا، غادي نضيفو لها شوية الملحة وشوية الإبزار والكزبرة، وغادي نعملوها كويرات. نفس الشي بالنسبة للبطاطس، غنعملو لها ملح وإبزار ونكوروها كويرات، بحيث أن الكويرات ديال البطاطس اكبر من الكويرات ديال اللحمه. غادي ناخذ مقلاه، غادي نعمل فيها القليل من زيت الزيتون، وغادي نقوموا بقلي الكريات ديال اللحمه. غادي نقليوهم في زيت الزيتون ونقلبوهم حتى كينضجوا، لان عملنا هذه العمليه باش اللحمه تحافظ على المكونات ديالها وتبقى باقي طريه، ما بغيناهاش انها تكون يعني كريات ناشفه، يعني المكونات ديال اللحم. غادي ناخذ صينيه، غادي نعملو فيها صلصه ديال الطماطم. هنا عملت صلصه ديال الطماطم، قسمتها على 2 الاقسام. القسم الاول غادي نعملو في صينيه، في القاع ديال الصينيه كما هو موضح، والنصف الثاني خليته على جنب. غادي ناخدو الكريات ديال البطاطس، غادي نعملو فيهم قطعة من كرية عفوا من اللحم وقطعة من الجبن، ونشكلو كويرة بهذا الشكل هذا بحيث تكون منسجمة. يعني بنفس الطريقة كنمشيو حتى كنكملو الكمية كلها اللي عندنا ديال الكريات، بحيث اصلا كنعملو الكريات ديال اللحم بعدد الكريات ديال البطاطس ونفس العدد ديال القطع ديال الجبن. كنرصو القطع او الكريات ديال البطاطس في الصينية اللي اصلا عملنا فيها صلصة ديال الطماطم. بمجرد ما نكملوا الصينيه كلها، يعني نعمروا الصينيه كلها، كناخذوا يعني صلصه البيشاميل اللي عملنا، اللي هي معروفه بالدقيق والزبده والحليب وشويه الملح والابزار وشويه ديال الكوزه. كنعملوا كذلك صلصه ديال الطماطم من الفوق، كندخلوا الصينية للفرن لحد ما تتحمر، تقريبا 15 دقيقة، حرارة 180 درجة. مجرد ما تحمر الصينية وتاخد واحد اللون ذهبي زوين، كنخرجوا الصينية ديالنا وكنقدموا طبق بالصحة والراحة. كنتمنى ان هذه الفكرة تعجبكم وانكم تجربوا هذا الطبق، لانه كيطلع لذيذ بزاف بزاف. شكرا لكم وشكرا على متابعتكم.